أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا في الدروس السابقة أشرنا إلى قول الله تعالى: اقرأ، وقلنا سنشرحها في الدرس المقبل، ثم تكلمنا في بعض ما يتعلق بغار حراء ولم نأتي على شرحها. هذه الآية المباركة اقرأ هي أول شيء نزل من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول آية نزلت هي هذه الآية، وأول خمس آيات هي من جملتها في بداية سورة العلق. وهذه الآية ليس معناها أن الرسول كان يقرأ في كتاب بالنظر فيه، لا، لأننا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً ولم يكن يقرأ الكتاب، ولم يدخل الكتاب، وأهل بلده يعرفون أنه لا يفك الخط. وهذا لا يقدح في منصب النبي، حاشا، لا يقدح ولا يطعن في منصب النبي ولا في عصمته، بل قال العلماء أمية النبي، أمية النبي دليل نبوته، دليل نبوته. كيف دليل نبوته؟ كثير ناس أميين، لا، هو غير بقية الناس. نعم، في كثير ناس أميين، وكثير من الصحابة كانوا ما بيكتبوا ولا بيقرأوا ولا دخلوا الكتاب ولا يفكون الخط.
طيب شو معنى أمية النبي دليل نبوته؟ لأنه مع أميته جمع علم الأولين والآخرين، لأنه مع أميته شو جمع علم الأولين والآخرين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ ونزل عليه الوحي ومات وهو لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لأن بعض الملاحدة اليوم في المواقع، في مواقع التواصل وعلى الإنترنت، بعض هؤلاء الزنادقة ماذا يقول؟ النبي كان يكتب ويقرأ المكتوب، لو بدهم يتوصلوا بعدين بزعم أنه هو الذي كتب القرآن، أنه هو الذي جاء بالقرآن، وخسئوا وخابوا وخسروا. ليش؟ الله يقول في القرآن في سورة العنكبوت، الله يقول في القرآن في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. آية صريحة، لا يكتب الكتاب ولا يقرأه. وما كنت تتلو من قبله، يعني الرسول نزل عليه الوحي وهو أمي، ونزل عليه القرآن وهو أمي، يعني لا يكتب المكتوب ولا يقرأه، ومات على ذلك ولا تخطه بيمينك. هذا القرآن. وماذا قال ربنا أيضا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين، قال عزام شعاع، قال معنى الأميين هو اللي عم بيحكوا، قال الأميين يعني معناه من أهل مكة، يعني أم القرى الأميين نسبة لأم القرى، فبيطلع محمد عزام بيكتب وبيقرأ. شو هالسخافة هيدي؟ يعني لو كان أبو جهل بعد حي كان ضحك عليهم، لو كان أبو جهل بعد حي كان ضحك عليهم ربما. فإذا التاريخ يشهد، أعداء النبي يشهدون بأنه لم يدخل الكتاب، وأنه لا يكتب ولا يقرأ، ومات على ذلك. واسمعوا يا إخواننا، أليس اليوم في أشهر متاحف الدنيا يوجد رسائل في اسطنبول؟ يوجد رسائل كان النبي أرسلها إلى الملوك، لكن هي بخط من؟ بخط عدد من الصحابة، والنبي كان عدد من الصحابة يكتبون له، مش واحد واثنين، عدد من الصحابة. يعني أبو بكر كتب له شيئا، وزيد بن ثابت كتب له شيئا، وعلي بن أبي طالب كتب له شيئا، ومعاوية بن أبي سفيان كتب شيئا، ها، في بعض الرسائل. طيب هذه الرسائل الموجودة اليوم في الدنيا، في تركيا وفي غيرها، أليس الأمم تحافظ عليها وتعرضها للناس؟ ولو عرض بعضها للبيع عرض بعشرات الملايين من الدولارات. طيب هذه رسالة مش هو كاتبها، بعض الصحابة كاتبينها بأمر منه. سؤال، لو كان النبي بيكتب ما كان في بكل هالدنيا والأرض ورقة واحدة عليها شيء، كلمة، مش رسالة، كلمة كاتبها النبي محمد؟ ولو وجدت لطار خبرها في الدنيا، ولو وجدت لاعتنى بها الملوك والسلاطين، ولعرضت للناس في المتاحف، لكن أين؟ لا يحفظ في التاريخ ورقة فيها كلمة كتبها محمد بيده
ليه؟ لأنه لا يكتب ولا يقرأ، لأنه لا يكتب ولا يقرأ. طيب شيء تاني، تعرفوا أنتوا الصحيفة التي كتبها في صلح الحديبية لأجل أن تعلق في باب الكعبة؟ هذه الصحيفة التي كتبها بعض الناس من قريش، وكان النبي قد أملى عليهم أن يكتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أن يكتب فيها محمد رسول الله. ماذا قال له زعامات قريش وصناديد قريش وسهيل والذين كانوا وحضروا؟ قالوا: نحن نعرف اللهم باسمك اللهم، لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: نحن نعرفك محمد ابن عبد الله، لو كنا نشهد أنك رسول الله ما كتبنا الصحيفة بيننا وبينك. فأصروا على أن يمحوا هذا الكلام، فقال لهم الرسول، قال لعلي بن أبي طالب: أمحها. قال: ما كنت لأمحو اسمك منها. وما قبل سيدنا علي، تعظيما لشأن النبي، مش اعتراضا على الرسول، مش عم بيعصي كلام الرسول. فالرسول ماذا قال لعلي؟ قال له: دلني عليها، أين هي؟ محمد رسول الله. طيب لو كان بيعرف يكتب ويقرأ، شو معنى دلني عليها؟ إنه لو كانوا بيعرفوا أنه يكتب ويقرأ وعم بيقول لهم وين العبارة، عم بيقول لعلي دلني عليها أين هي، ما كانوا حيستغربوا منه؟ إنه أنت تكتب وتقرأ، فما معنى أن تقول أين العبارة دلني عليها يا علي؟ ما كان استغربوا وتعجبوا؟ ما كان قال سفيههم: أأنت تمثل علينا؟ أنت تعرف القراءة، لماذا تزعم الآن أنك لا تعرف أين هي فطلبت من علي أن يدلك عليها؟ فلما دله علي على موضعها النبي حذفها، ضرب عليها، حذفت من الصحيفة. هذا دليل آخر أنه لا يكتب ولا يقرأ، أنه لا يكتب ولا يقرأ. فليخسأ هؤلاء الذين يقولون هو يكتب ويقرأ، ليتوصلوا للطعن في القرآن وأنه من تأليف محمد. شفتوا لوين بدهم يوصلوا؟ ثم اسمعوا معي، لو كان كما زعموا ويزعمون، لو كان القرآن من كتابة محمد أو من تأليف محمد، فما معنى ما قاله الله في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ ركزوا معي، القرآن الكريم 114 سورة، القرآن 114 سورة، 30 جزء، 60 حزب، ثم في الآيات اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول 6666 آية. طيب القرآن الكريم 114 سورة، 30 جزء، لو كان كما يزعم هؤلاء أنه من تأليف محمد أو كتبه له الراهب بحيرة، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أكثر من 1400 سنة وشيء مضى على نزول القرآن على الرسول، أين هذا الاختلاف؟ هل وجدوا اختلافا واحدا؟ هل وجدوا تناقضا واحدا في القرآن؟
هل وجدوا موضعا واحد في القرآن يعارض موضعا آخر؟ طيب الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. طيب لم يجدوا فيه، يعني هو ليس من عند البشر، لم يجدوا فيه اختلافا، لم يجدوا فيه تضاربا، لم يجدوا فيه تعارضا، لم يجدوا فيه تناقضا. إذن هو ليس من عند البشر ولا من عند الجن ولا من تأليف محمد ولا من تأليف الملائكة، بل الله هو نزله على قلب محمد، هو الذي نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ولو كان من عند غير الله كملوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب قد ايه كانوا هن مولعين بتكذيب الرسول؟ الكفار، يعني الكفار والمشركين، كم كانوا تكلفوا من قتل أبنائهم وشبابهم ودفع أموال وصرف الغالي والنفيس وبذل المهج في محاربة النبي؟ كم بذلوا؟ الكثير. طيب لو كانوا بيقدروا يجيبوا مثل القرآن أو يكتبوا مثله ولو سورة واحدة، بل لو مثل أقصر سورة ثلاث آيات، أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، أطول سورة سورة البقرة، أطول سورة سورة البقرة، أطول آية آية الدين، آية الدين، أفضل آية آية الكرسي، أقصر سورة سورة شو؟ الكوثر. ثلاث العصر هي أقصر سورة، هي ثلاث آيات، ثلاث آيات أقصر سورة. طيب انتبهوا معي، لو كان القرآن من عند محمد بزعمهم أو كتبه لهم الراهب بحيرة، ما كانوا يستطيعون بزعمهم أن يأتوا بمثله ليتحدوا محمداً فيظهروا كذبه بزعمهم ويوفروا على أنفسهم القتل وصرف الأموال والحروب الطاحنة؟ لو كانوا قادرين لفعلوا، فلما لم يقدروا دل على أن القرآن ليس من تأليف محمد ولا من تأليف إنسي ولا جني ولا ملك، ما قدروا. لو كانوا قادرين بزعم يثبتوا كذب محمد كما يزعمون لعنهم الله، كان فاتوا معارك، كانوا راح منهم آلاف القتلى وصرفوا الأموال والغالي والنفيس والمهج، كانوا اكتفوا بذلك، لكن لما لم يقدروا عليه تبين أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن القرآن ليس من تأليف محمد، وإلا لجاءوا بمثله لتحدوه. لكن الله أخبرنا ماذا قال؟ اسمعوا هذه الآية: وإن كنتم في ريب، ريب يعني شك، مما نزلنا على عبدنا. الله نزل القرآن على محمد، مش محمد كتب القرآن وألفه. اسمعوا الله ماذا يقول: مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم، هذا في تحدي لإلهم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، انتبهوا ركزوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا تقدرون الآن ولن تقدروا على ذلك في المستقبل. 1439 سنة المشركين عم بيحاربوا الإسلام والكفار عم بيحاربوا النبي والقرآن، ما قدروا يجيبوا مثل أقصر سورة ثلاث آيات
إذن القرآن ليس من تأليف بشر، وليس من تأليف محمد، وليس من تأليف جبريل. جبريل عليه السلام رئيس الملائكة وأمين الله على الوحي، الله تعالى سماه أمينا، مطاع سمى أمين. حتى جبريل ليس له تصرف في القرآن، ما بيغير، حاشا، ما بيبدل، لا، ليس هو كتبه ونظمه، لا. طيب شو عمل جبريل؟ بأمر من الله يأخذه من اللوح المحفوظ وينزل به على الرسول كما هو، كما هو. جبريل لا يغير، الله وصفه بالأمانة، الله وصفه بالأمانة. فالذي يصف جبريل بالخيانة هذا كافر، الذي يصف جبريل بالخيانة هذا كافر. واسمعوا معي وانتبهوا واسمعوا جيدا، هؤلاء الذين يقولون إن محمدا هو كتب القرآن، أو الراهب بحيرة كتبه له، اسمعوا يا إخواني، الله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأنه من عند الله تعالى كان محفوظا فلا يحرف، ولو كان من عند البشر لحرف. مش بعض الناس افتروا على الرسول وحرفوا أحاديث الرسول، لكن الحفاظ يبينون الصحيح من غير الصحيح. طيب سؤال: أين هذه العصمة في الحفظ للكلام الذي هو للناس وللبشر؟ هل هذه العصمة والحفظ موجودة لهم؟ شو؟ لا، منا موجودة. طيب القرآن لم يحرف ولا يستطيعون ولا يأتون بمثله ولا يقدرون، فدل على أنه ليس من عند محمد. إذا كانت التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي حرفا، حرفا، طيب لو كان القرآن من تأليف بشر كيف ما قدروا يحرفوه بعد لليوم؟ إذا كان القرآن من تأليف بشر وكتابة بشر كيف ما قدروا لليوم يجيبوا مثل أقصر سورة ثلاث آيات؟ كيف ما قدروا يشوفوا موضع يناقض موضع أو يعارض أو يخالف موضع؟ التوراة والإنجيل الله ما ضمن أن يحفظهما من التحريف، مع أنهما من عند الله. شو هن؟ الكتب السماوية الأصلية المنزلة على موسى وعيسى وعلى داود، لكن الموجود اليوم منها محرف. ليش؟ لأن الله ما ضمن أن يحفظها من التحريف. أما القرآن لأن الله ضمن أن يحفظه من التحريف، فماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا، إذا من من تأليف محمد؟ لو كان من تأليف بشر كيف تكون له هذه العصمة؟ كيف يكون له هذا الحفظ؟ ثم لو أنه هو الذي كتبه لشهد عليه أهل بلده، ولو كتبه له أحد لاعترف أو أخبر أو تكلم أو رآه آخر، وهذا كله في التاريخ لا وجود له. لا يوجد في التاريخ من ادعى أو يدعي أو يتجرأ أن يقول هو كتب القرآن لمحمد، لا يوجد. ولا يوجد من يدعي أو يتجرأ أو ادعى، لا يوجد من يدعي أنه رأى محمداً يكتب القرآن، من موجود؟ بل يعرفونه أنه لا يكتب ولا يقرأ من طفولته إلى مماته، إلى مماته. فلوين بدهم يوصلوا؟ ليقولوا بيكتب وبيقرأ فهو كتب القرآن. لو كان عزعمكن هو كتب القرآن، كيف القرآن مضمون له أن لا يحرف؟
لأنه ليس من تأليف محمد، لأنه من عند الله. ثم ربنا سبحانه أخبرنا في القرآن فقال: كتابا متشابها. شو يعني كتابا متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. وأين هذا الإعجاز والتصديق في كلام البشر كما في القرآن؟ كما في القرآن أين هذا؟ لأنه منه من عند محمد. الله يقول كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. إذن هؤلاء الذين يقولون محمد يكتب ويقرأ، إذن يكذبون الواقع ويكذبون الرسول. الرسول قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يعني يغلب علينا ذلك. هذا القرآن وهذه الآيات وهذا الواقع وهذا التاريخ. إذن القرآن ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد ولا من تأليف بشر ولا جن ولا ملك، بل الله نزله على نبينا محمد وتحدى به الكفرة فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. ما قدروا ولا بيقدروا، وإلى قيام الساعة لن يقدروا على ذلك. أدي في دول، أدي في دول، أدي في جماعات وجمعيات وأحزاب تحارب النبي وتحارب القرآن، ما استطاعوا، ما قدروا. إلى اليوم كل جحافلهم في الدنيا والأرض شياطين الإنس والجن، ما قدروا ولا بيقدروا ولا حيقدروا ولن يقدروا. الله ماذا قال؟ ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحد، هذا تحد لهم. ثم دليل آخر: ما في القرآن من الإعجاز والإخبار بالمغيبات. كيف عرفها محمد لو لم يكن نبيا بزعمهم؟ إذا كان منه نبي وهو اللي كتب القرآن والقرآن منه من عند الله، كيف استطاع أن يأتي في القرآن بكل هذه المغيبات والحوادث والمعجزات وأخبار الأمم الماضية وما حصل للأنبياء من أخبار وما يكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة مما ذكره القرآن؟ وما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف استطاع بزعمكم؟ لا يستطيع. إذن القرآن ليس من تأليف محمد، هو من عند الله. الله أنزله على قلب محمد، والرسول تحداهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، ما استطاعوا. ثم بعض العلماء يقول: المعجزات التي في القرآن، في القرآن بلغت الآلاف. مش كل معجزات النبي، بس المعجزات التي في القرآن. بعض العلماء كالسيوطي في كتابه الإتقان يذكر أنها بلغت الآلاف، ويذكر أمثلة ويعطي ويشرح ويفصل. إذن كيف بده يكون القرآن من تأليف بشر؟ لاحظوا، أدلة قرآنية والواقع الذي شرحناه والتاريخ الذي بيناه وصدق القرآن وحفظ القرآن من التحريف وعدم وجود التناقض في القرآن وعدم وجود التضارب في القرآن، كل هذا يثبت أنه ليس من عند البشر، أنه ليس من عند البشر، أنه ليس من عند الجن، وأنه ليس من عند الملائكة، بل الله نزله على قلب محمد، بل الله نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن
يجب الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب المكتوب ولا يقرأه، وإلا فليذكر لنا التاريخ ورقة بزعمهم، يعني ورقة واحدة، رسالة واحدة خط فيها محمد كلمة واحدة، جيبوا لنا وين؟ إذا كان القرآن موجود والرسائل اللي كتبوها الصحابة موجودة، طيب ورقة عليها كلمة كتبها محمد وين بزعمكم؟ أين؟ قولوا لنا بزعمكم أين هذا؟ لا يجدون لذلك سبيلا ولا يقدرون عليه بالمرة. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بنعيم القبر بالروح والجسد للمؤمنين، مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، شو؟ عن نعيم القبر. والنعيم في القبر للمؤمن يحصل بالجسد والروح معا حقيقة، ليس شيئا معنويا كما يزعم الكفار، بل بالجسد والروح معا حقيقة. ومن هذا النعيم الذي أخبر عنه الرسول، مش بعدنا عم نشرح بمعنى الشهادة الثانية وعن ما أخبر عنه الرسول، وأنه تصديق الرسول من معنى الإيمان بالرسول، وأن من لم يصدق الرسول فلم يؤمن بالرسول. الرسول أخبر عن عذاب القبر، عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، حكينا امبارح عن عذاب القبر. طيب وأخبر عن نعيم القبر، والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة في الكتب السبعة، وعند كل علماء أهل السنة والجماعة هذا ثابت، بل هو إجماع نقل فيه الإجماع عدد من العلماء والحفاظ، السيوطي والنووي والقرطبي، هذه مسألة إجماعية، وجود النعيم في القبر للمؤمنين، هذا مما أخبر الرسول عنه، مما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، منه خيال؟ منه وهم؟ لا، وكل ما قاله الرسول حق وصدق. من هذا النعيم الذي أخبر عنه الرسول توسيع القبر 70 ذراعاً في 70 ذراعاً، وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك من النعيم كشم رائحة الجنة. يعني من النعيم الذي أخبر عنه الرسول في القبر أن المؤمن التقي. المؤمن مين؟ التقي. هلا امبارح قلنا مذكرين أن ممن لا يعذبون بالمرة، لا في القبور ولا في مواقف القيامة ولا في النار، قلنا الأنبياء والأولياء والأتقياء والشهداء والأطفال. هلا امبارح ما شرحنا مين الأتقياء، وهون عم نحكي عن النعيم في القبر كيف يكون على التقي، على التقي. طيب مين هو التقي؟ هو المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا من حيث التعريف، هذا من حيث التعريف، لفظ مختصر موجز لكن معناه واسع، لفظ موجز مختصر لكن معناه واسع. شو يعني التقي؟ من هو التقي؟ لاحظوا شو قلنا بالأول، المؤمن، لأنه شرط الإيمان، شرط الإسلام الاعتقاد الجازم بوجود الله، وأنه وحده الذي يستحق العبادة، وأنه لا شبيه له ولا مثيل. شو معنات؟ شو هو الإسلام؟ لما عم نقول المؤمن والمسلم، شرحنا نحن بالدروس الماضية بالعقيدة شرحنا، لكن الآن باختصار بسرعة بعبارات سريعة، الإسلام شيء يقبله العقل السليم، الإسلام عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا،
وإفراد الله بالخلق والإيجاد والإيمان برسوله الذي أرسله، وهذا شيء يقبله العقل السليم، هذا شيء يقبله العقل السليم، هذا شيء يقر به العقل، عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا، وإفراده بالخلق والإيجاد، والإيمان برسوله الذي أرسله. فالمسلم هو المؤمن، والمؤمن هو المسلم، لكن كيف يكون تقيا وكيف يكون عاصيا؟ هذا المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وجزم بمعنى الشهادتين وتجنب الكفريات بكل أنواعها بكل أنواعها، هذا المسلم، هذا المؤمن، كيف بعد الإيمان يصير تقيا؟ في شيء اسمه علم وعمل، علم وعمل. يتعلم الفرض العيني فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، إن بلغ لهذه الدرجة صار تقيا. طيب، مسلم مؤمن متجنب للكفريات، لكنه لا يصلي أو بيصلي وبيترك، هذا منه تقي، ليس تقيا. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا، شو كمله؟ اتقوا الله حق تقاته. أمر من الله، يعني باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا تتقي الله عز وجل، باطنا وظاهرا تؤدي الواجبات، تجتنب المحرمات. طيب، مؤمن مسلم مصدق بالإيمان وبالإسلام، متجنب للكفريات، لكنه لا يحافظ على الخمس، بيصلي الظهر بيترك العصر، بيصلي المغرب بيترك العشاء، أو بيترك أسبوع كاملا، أو شهر أو سنة أو يوم أو يومين أو صلاة أو صلاتين، هذا ليس تقيا. هذا اسمه مسلم واسمه مؤمن، لكنه فاسق من أهل الكبائر، ليس تقيا. هذا لم يتق الله حق تقاته، هذا لم يؤدي الواجبات، هذا ضيع الواجبات. والذي يترك صلاة واحدة مفروضة بهذا يكون قريبا من الكفر، قريبا من الكفر. كيف اللي بيترك يوم خمس صلوات عمدا، وكيف اللي بيترك أسبوع، وكيف اللي بيترك شهر، وكيف اللي بيترك سنة؟ نعوذ بالله العظيم، هذا اللعنات تتراكم عليه، اللعنات تتراكم عليه. الذي يترك صلاة واحدة مفروضة يضيعها صار خبيثا، مجرما، ظالما، يخشى عليه من سوء الخاتمة، وحل عليه غضب الله وسخط الله، وصار فاجرا مجرما، مجرم، واللعنات تنزل عليه، وغضب الله حل عليه، وسخط الله نزل عليه، وصار من حيث الظاهر يشبه الكفار. من أي ناحية؟ لو حطيته هو واحد كافر حد بعض، وهو لا يصلي فلن يقوم ويصلي، هول اثنين هلا بهالوقت من حيث الظاهر بيشبه بعض، فلو قام المسلم وصلى أليست الصلاة علامة له على الإسلام، تميزه عن ذاك الذي قعد عنده ينكر وجود الخالق ويسب الخالق ويقول بكفريات عجيبة وغريبة، وهذا أعرض عنه وقام يصلي، فهذه العلامة تميزه يصلي. أما الآن في هذا الوقت اللي ما بيصلي
وهذا الكافر قاعد حده وذاك المسلم لا يصلي، من هذه الناحية يشبهه ظاهرا من هذه الناحية، أما المسلم يقوم فيصلي فيميز عن الكافر بهذه العلامة العظيمة. وانتبهوا معي، الصلاة شعار الأنبياء والأولياء والصلحاء، شعار، يعني هذا شيء يعرفون به وبالإكثار منه. النبي يقول وأصلي ولا أشبع، وأنت تترك الصلاة المفروضة، والنبي على فراش مرض الموت يصلي ولا يترك، فيسلم ويغمى عليه ولا يترك الصلاة، وأنت بصحتك وقوتك والعافية التي عندك وشبابك، وهذا العمر الذي أنت فيه عمر الشباب وصحة الشباب، وتترك الصلاة؟ والرسول يقول اغتنم خمسا قبل خمس وعد منها شبابك قبل هرمك، وعد منها صحتك قبل سقمك. كيف الرسول وهو يموت يصلي، وهو رسول رب العالمين وهو يموت يصلي، وأنت في عمر الشباب وفي الصحة والعافية والنشاط وتضيع الصلاة؟ اسمعوا ماذا يقول الرسول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو يعني؟ غاية أنسي، غاية أنسي ولذتي وسروري في صلاتي لربي. الصلاة شعار الأنبياء، الصلاة شعار الأولياء والصلحاء، والصلاة لذة المتقين. زين العابدين كان يصلي في اليوم 1000 ركعة تطوعا لله تعالى. الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه كان في الدكان، يعني وقت العمل في وقت الزحمة في السوق، ورده ورده من صلاة النفل 400 ركعة في الدكان. نطلع نحن بحالنا وين، نطلع بتقصيرنا نحن وين. عثمان ابن عفان كان يختم القرآن في ركعة الوتر، الإمام الشافعي يختم القرآن في ركعة الوتر. نطلع بحالنا وين نحن، واللي ما عم بيصلي أو عم بيقطش بالصلاة أو عم بيضيع الصلاة المفروضة أو فليتق الله وليتدارك نفسه قبل فوات الأوان. تعرف شو يعني يخشى عليه؟ يخشى عليه من سوء الخاتمة الذي يترك الصلاة. كيف اليوم قال عجقة سير قاعد بالسيارة بيترك العصر فيدخل المغرب، لك ليش ما نزلت صليت؟ قل لك وين بدي صلي؟ عرصيف صلي، عرصيف صلي، بمدخل بناية صلي، على الطريق صلي، عز وشرف لك. هذا شيء ما بيعيبك، شيء لا يعيبك، بل يذكر غيرك بالصلاة، يذكر غيرك، ربما رآك مسلم فيتشجع ويقوم ويصلي، وربما إنسان كان قد نسي فيتذكر، وربما وربما وربما. شعار الأنبياء والأولياء والصلحاء الصلاة. كيف يتجرأ البعض القاعد بالسيارة وزحمة سير راحت عليه الصلاة، صرت ملعون خبيث مجرم فاسق تشبه الكافرين ظاهرا، يخشى عليك من سوء الخاتمة، قريب من الكفر، حل عليك غضب الله، نزل عليك سخط الله، وانت قاعد بالسيارة. هذا سببه موت القلوب،
قلبه ميت هذا الإنسان، سببه موت القلوب، سببه مسخ القلوب، قلب ممسوخ. كيف يتجرأ يطلع بوجه بالمراية واللعنات تنزل عليه؟ ملعون عند الله. بيقعد تلت ساعة عم بيعمل لي ديكور شعراته ومنظره ووجهه على المراية. شو هالمنظر هذا؟ تلت ساعة هو عم بيلبس ثيابه، لا يجي لون الكلسات على لون القميص، ولون القميص على الصباط، والصباط على البنطلون، والبنطلون على مدري عشو كل هيدا. قديه بيبقى عم يشتغل بهندامه وبحالته وبمنظره وبيترك الصلاة. روح ابكي على حالك وتخيل حالك بالقبر، الحشرات تنهش بجسدك. تخيل حالك بقبرك يا تارك الصلاة، والأفاعي والديدان تمزق بدنك. تخيل حالك بقبرك يا تارك الصلاة وقد التأمت عليك الأرض وامتلأت عليك تلك الحفرة بالظلمة والرائحة النتنة الكريهة. شو صاير عليك؟ تترك الصلاة؟ لو بيجيك مليار دولار في مقابل أن تترك صلاة واحدة، إياك إياك، لو مليار دولار في مقابل أن تترك صلاة واحدة. صلاة واحدة خير من كل كنوز الأرض، خير من كل كنوز الأرض. هذا اللي قاعد ورا الصندوق واللي عم بيبيع ومع الزبونات وبالطيارة وبالأسواق وبالمحلات وبالمستشفيات وعم بيترك الصلاة، فسقة، فسقة فجرة حل عليهم غضب الله. شايف؟ لو أنت بالطيارة بدك تصلي، ولو أنت على سرير المرض في المستشفى بدك تصلي، ماذا قال الرسول لعمران ابن حسين؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمضطجعا. وما بتترك الصلاة. وين اليوم؟ قال فيت يعمل فحوصات روتينية بالمستشفى، بيترك الصلاة. فحوصات روتينية. لك لو معك السل والسرطان والاشتراكات كلها ليس لك أن تترك الصلاة. فيت بس بشان فحوصات روتينية عم تترك الصلاة؟ بالعرس بيتركوا الصلاة، بالعرس. والصحابة في أرض المعركة ورؤوسهم تطير ولا يتركون الصلاة. تعرف شو يعني في المعركة؟ يعني معرضون للقتل في أرض المعركة. في شيء اسمه صلاة الخوف، يحافظون على الصلاة إلى طريقة، مش بيروحوا بيحطوا روس قدام سيوف العدو، لا، إلى طريقة. صلاة الخوف، يصلون وهم في أرض المعركة ولا يتركون الصلاة. إذا كان هول بأرض المعركة، أنت قاعد عم بتهز وعرقان من الرقص وتارك الصلاة، عرقان تيابه بتعصر عرق، بس من الجهاد؟ لا، من هز الخصر وتارك الصلاة. تشوفوا بعض النسوان تطلع بالصالات وبالقاعات ترقص على الطاولات وبتنط كأنها بالسيرك، من طاولة لطاولة كأنها بالسيرك. لك صليت المغرب؟ يي لا، وين بدي صلي؟ ما نحن بالعرس. اف، إذا كان المجاهدين بأرض المعركة بيصلوا، أنت بالعرس تركتي صلاة المغرب يا ملعونة. بيقعدوا ثلاث ساعات عم بيبرزوا حالهم النسوان، ثلاث ساعات هي عم تبرز حالها، بتروح على العرس بترجع ملعونة فاسقة فاجرة، تركت صلاة المغرب. وبلاكي وبلا عرسك وبلا عرس ابنك وبنتك ولا تضيعي صلاة واحدة. بدك تعملي عرس؟ اعملي وحافظي على الصلاة، ويكون العرس خال من المنكرات. بالعرس بيتركوا الصلوات، بالتعازي في ناس بيتركوا الصلاة، بالعزاء. لك بدل ما قلوبهم ترق، بدل ما قلوبهم تخشع وحاملين الميت على كتافهم، بيتركوا صلاة الظهر
بينزلوا على الدفن على التربة وحاملين الميت، بيرجعوا على البيوت بياكلوا لحم بعجين ولبن، وبيأذن العصر وما بيكون صلوا الظهر. ليش ما صليت؟ مشغول بالعزاء. ما جاي عزيك انت كمان، اعمل لقبرك واخرتك يا خبيث يا فاسق يا مجرم يا ظالم، حل عليك غضب الله، سخط الله نزل عليك. بالجنازة بيتركوا الصلاة، بالعرس بيتركوا الصلاة، بالتحاليل والفحوصات بيتركوا الصلاة، بالطيارات بيتركوا الصلاة، بالكزدورة وبشمة الهواء وعلى البحر وعلى النهر وبالجنينة وعلى الجبل وبالسيران. نعوذ بالله من مسخ القلوب. هذه السيران سورية يعني شمة الهواء. فيتركون الصلاة، يضيعون الصلاة، قلوب ممسوخة، قلوب خبيثة، هؤلاء يخشى عليهم من سوء الخاتمة. بتشوفوا بعض النسوان ما بتخلي، قد يقال مع أداة الحكاية، ما بتخلي سوق ولا سوبر ماركت ولا تعاونية تعتب عليها، بتدور على إجريها لتجيب الأرخص، تبقى نص ساعة عم بتجادل البياع لتنزل ربع ليرة، تجي على البيت بتحط الكرسي بتقعد هي وقاعدة بتصلي وهي قادرة على القيام. ما صحت صلاتها، لأنه من أركان الصلاة شو؟ القيام في الفرض للقادر. شو قال له الرسول؟ ماذا قال الرسول لعمران ابن حسين؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمضطجعا. وما بتترك الصلاة. لو بدك تصلي براسك وما بتترك الصلاة، لو بدك تصلي بعيونك وما بتترك الصلاة، ولو بدك تجري أركان الصلاة على قلبك ولا تترك الصلاة. لك قوم صلي، لك الصلاة بركة، الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة نجاة. بتقول لي مريض؟ قل لك لعلك ببركة الصلاة أن تشفى. مهموم؟ لعله يفرج عنك بالصلاة. عليك ديون؟ مشغول؟ بالصلاة قد تقضى لك الحاجات. نور وضياء ورحمة وبرهان، خير ونعمة. وترك الصلاة خبث وملعنة، مجرم خبيث يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة. إذن بيصلي مرات وبيترك مرات، هذا منه تقي. مين قلنا التقي؟ مؤمن أدى الواجبات شو؟ واجتنب المحرمات. طيب، وجبت عليه الزكاة، لا يخرجها، يحسب بيطلع بده يؤدي زكاة $5,000 مثلا، أو $1,000، أو $10,000 على حسب المصريات اللي عنده. وشوفوا قدي الأمر سهل، يعني إذا عم تحكي بالعملة الورقية مثلا 2.5%، اليوم إذا بده يظهر مشوار هو وعيلته على مطعم قدي بيدفع؟ طيب على $1,000,000 تدفع زكاة 25,000 ليرة، 2.5%. مشوار واحد على المطعم أنت وزوجتك وولادك قدي بتحطه؟ الدك اللي هي حسب المطاعم وحسب الطلبات وحسب البرستيج وما يتبع ذلك من فخفخات. عرفتوا كيف؟ يعني في ناس بيروحوا من بيروت بيتغدوا بقبرص وبيرجعوا مثلا، بيروحوا بيتعشى باليونان وبيرجع مثلا، تعد فيه زكاة بيصفر وجهه، ترجف ايديه، بيعرق فخاده، ببطل يقدر يقف، بيسندوه بيهدوه. ليه؟ طلع عليه $20,000 زكاة. تعرف شو قال العلماء عن الزكاة؟ نماء. تعرف شو قال العلماء عن الزكاة؟ مطهرة، مطهرة. الزكاة مطهرة. تعرف الزكاة بها قد تعتق من النار، قد تعتق من النار، قد تعتق من عذاب الآخرة وعذاب القبر. الزكاة
مطهرة لا يخرج الزكاة، ذنبه كبير فلا يكون تقيا، فاسق ظالم خبيث مجرم، ولا يكون تقيا لو عيرت له كل شهرين بتشوفه راجع من العمرة فاسق، كل شهرين بيرجع من العمرة ملعون، ملعون مش بالعمرة، ملعون بتركه للزكاة. العمرة لا تجعله تقيا، تارك للزكاة، تارك للزكاة، مش كل شهرين، لو كل أسبوعين رجع من العمرة وهو تارك للزكاة بعد ملعون، فاسق ظالم مجرم خبيث، يستحق أن يعذب في القبر وفي جهنم، وفي جهنم يسمع اللي عم يمنع الزكاة، يسمع اللي عم يمنع الزكاة أن هذه الأموال الذهب والفضة الله يعيدها يوم القيامة فيحمى عليها في نار جهنم، تصير صحائف ويحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. طيب إذا كان المال اللي عنده غنم وبقر وإبل في موقف القيامة بين البشر الأولين والآخرين، الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء والكفار والفجار والخلائق في موقف القيامة، هذا الذي منع الزكاة وكانت أمواله من الإبل والبقر والغنم، الله يعيدها فيسلطها عليه، فبحوافرها وقوائمها تضربه بين الخلائق يوم القيامة إذلالاً وإهانة له، لأنه لم يؤدي حق الله فيها فسلطها عليه فيهان بأقدامها بين الخلائق، بأقدامها وحوافرها تضربه. شو عمل لك هالشوية مصريات بخلت فيهن فلم تخرجه زكاة؟ شو صار عليك؟ البهائم الإبل والبقر والغنم بحوافرها وقوائمها تضربه، الله يذله يهينه لأنه ضيع هذا الواجب. عشو خايفين؟ الرزاق هو الله، روح ادفع الزكاة وانت فرحان، روح ادفع الزكاة ونفسك طيبة، روح ادفع الزكاة وقول الحمد لله الذي وفقني لهذا الخير. هذه نعمة عظيمة، هذه لو كدست وجمعت لا اختنقت بالمال ومت فيهن وكنت فاسقا فأنت مستحقا للعذاب في جهنم. كثرة المصريات شو حيعملوا لك؟ وين قارون؟ وين هامان؟ وين فرعون؟ وين شداد ابن عاد؟ تعرفوا قارون قد ايه كان عنده مصاري؟ شو يعني مصاري؟ مش ليرة سورية وليرة لبنانية، لا، أموال قارون مش الليرة السورية والليرة اللبنانية، لا، لآلئ ويواقيت وجواهر. تعرفوا قد ايه؟ قال بس مفاتيح خزائن قارون حمل 40 بغل، يعني مسيرة قافلة، هذه بس مفاتيح الخزائن. البغلة تيعيته، البغلة الشهباء اللي كان يركب عليها، كان يزينها باللآلئ الكبيرة. اليوم ملوك الأرض لو كان عندهم اللآلئ اللي كانت على البغلة تيعيد قارون كان حطوها خبر عاجل بالأخبار وفلاش دائم. يمكن وين قارون؟ الله يقول فخسفنا به وبداره الأرض، عندما قال موسى يا أرض خزيهم انشقت الأرض وجعلت تهتز وتضطرب وتحضر خزائن قارون كالتلال، وقال موسى يا أرض خزيهم فجعلت تبتلع قارون ومن معه وأموال قارون. شو عملت له الأموال؟
فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا قال ربنا في سورة القصص في القرآن. وين بختنصر؟ وين حتى الأتقياء من الملوك؟ وين ذو القرنين؟ ما كان من الأولياء الصالحين ذو القرنين، كان ولي وكان صالح وحكم 2000 سنة، حكم الأرض. الأرض قيل من الأسباب أنه اسمه ذو القرنين أنه حكم بين مطلع الشمس ومغربها. ذو القرنين كان وليا صالحا، كان مقره اليمن، وطاف حول الكعبة وحج مع نبي الله إبراهيم. أليس الله يقول عنه في القرآن وآتيناه من كل شيء سببا؟ هذا ذو القرنين كان ولي صالح. وينه؟ والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. وين الأتقياء وين الصلحاء؟ على السرايا تحت، على السرايا تحت شو كاتبين؟ لو دامت لغيرك ما آلت إليك، ما هيك؟ بس بدك مين يتفكر؟ بدك مين يتأمل؟ بدك مين يخشع؟ بدك مين يخاف ويحاسب حاله؟ بس بنتغنى بالعبارات؟ قد ايه صلي عم بيحكي؟ بس بدنا نطبق، بدنا ننفذ، نعمل. فالذي لا يؤدي الزكاة ليس تقيا، ليس صالحا. بيعتقد الزكاة واجبة فرض، لكن لم يدفعها بخلا، هذا منه كافر، بس مسلم عاصي فاسق ظالم مجرم خبيث حل عليه غضب الله ويستحق أن يعذب في جهنم. طيب اسمع، وجبت عليه الزكاة، مش منعها، لكن عمل طريقة تانية. شو هي؟ صار يعطيها لمن نفقتهم عليه. ما بيمشي الحال، كمان لا تبرأ ذمته. عرفتوا شو يعني؟ وجبت عليه الزكاة، طلع عليه اللي بده يدفع 10,000 دولار، قام عطاهن لأمه وبيه الفقيرين المسلمين. ما أمك وبيك نفقتهم على مين؟ عليك، فبيكونوا مكتفين بنفقتك، فما بتعطيهم زكاة. ما بيمشي الحال، أعطى زوجته، ما بيمشي الحال، أعطى أولاده الذين هم دون البلوغ، ما بيمشي الحال. أو حسب 10,000 دولار الزكاة اللي عليه معاشات موظفين، وفيهم المكتفي والغني والكافر والمنسوب، كمان ما أدى الزكاة ولم تبرأ ذمته، ما زالت في ذمته، يطالب بها يوم القيامة. طلعت عليه زكاة، قام راح عمر فيها مستشفى، ما برئت ذمته، لأنه المستشفى بينتفع فيها الغني والمنسوب والكافر، وهؤلاء لا يأخذون زكاة، وهؤلاء لا يعطون من الزكوات. الرسول ماذا قال عن أموال الزكاة؟ تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم. الغني اللي بيفوت على المستشفى يتداوى ما بينعطى زكاة، والمنسوب والمرتد والكافر الأصلي كل هول ما بياخدوا زكاة، فما بيصح تعمر فيها مستشفى ولا بيصح تعمر فيها جامع، لأن الجامع ينتفع به الغني والمكتفي والمنسوب وغير هؤلاء. إذن ترد على فقرائهم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اسمعوا ماذا قال الفقيه بدر الدين الزركشي وتأخيره. هذه حالة ثالثة هلأ، بالأول المنع، منع الزكاة، حالة ثانية دفعها لمن لا يجزئ دفعها إليهم، الحالة الثالثة لا دفعها لهؤلاء ولا منعها بالمرة، لكن أخرها بلا عذر، أخرها بلا عذر، وقد وجبت عليه
اسمعوا ماذا قال الفقيه الشافعي بدر الدين الزركشي: تأخير إخراج الزكاة عن وقتها بلا عذر كمنعها ذنب من الكبائر. فيفكر شوي هذا اللي خايفين على المصريات، إنه إذا طلع زكاة الله يعوض عليه ويبارك له ويرزق حسنات وخيرات، عشو خايفين؟ الرزاق هو الله والمال مال الله. طيب، مسلم مؤمن لكن ظالم لأمه، يعني عاق لأمه أو لأبيه، لا يكون تقيا، بيأكل الربا، يعني خبيث ملعون، يعني منه تقي، بسب المسلمين بغير حق، والرسول يقول سباب المسلم فسوق. طيب، يأكل أموال الأيتام ظلما وعدوانا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، مين؟ المرأة واليتيم. وربنا ماذا قال؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا، سيدخلون جهنم وسيصلون سعيرا. بده ينتبه الواحد، مسلم مؤمن لكن ترك صيام رمضان بلا عذر، بلا عذر فاسق، ما بيكون تقي ولا صالح. إذن التقي والصالح لا يصير تقيا صالحا بلبس هذا القميص أو القلنسوة أو بحمل المسبحة أو بالتردد إلى صلاة الجماعة في المسجد، بل يصير تقيا صالحا بأن يتعلم ما فرض الله عليه من الفرض العيني، من علم الدين الضروري، من علم الحال، أن يحصل ذلك. وشو الشرط الثاني؟ أن يعمل به، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. اسمع لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم شو؟ استقاموا. شو يعني استقاموا على الشريعة باطنا وظاهرا؟ سمع سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر، بماذا فسر الاستقامة سيدنا عمر؟ بماذا فسر الاستقامة؟ ثم استقاموا، قال: الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب. شو يعني؟ يعني من جوا ومن برا بدك تكون ملتزم، مش ممثل على الناس، مش محتال على حالك، مش محتال على البشر. الله عالم بك، الله مطلع عليك، الله لا تخفى عليه خافية. قال: الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب. ارجعوا للآية اللي ذكرناها من شوية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أمر من الله، أمر من الله. ثم يجب على كل مكلف أن يكون تقيا، هذا واجب. مش بتجي تخلي الشيطان يخدعك يقول لك: نحن وين والأتقياء وين؟ بنبقى بنقول هيك لنبقى مقصرين، لنبقى بآخر الطريق، أم ينبغي أن نشمر عن ساعد الجد فنعمل ونلحق بالأتقياء؟ هذا المطلوب، نخالف هوى النفس ونلحق بالأتقياء. شو يعني أنك تكون تقي؟ تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. ما هذا واجب على كل مكلف، هذا واجب على كل مكلف. فلا يخدعنك الشيطان ولا يضحكن عليك قل له: شو بيجيبك للأتقياء؟ قل له: الله أكرم الأكرمين، أنا يجب علي أن أؤدي الواجبات وأجتنب المحرمات. اعمل بهذا
فأنت إن عملت تقي، إن عملت صرت تقيا، إن عملت بذلك فأنت من الأتقياء، أما بغير هذا أبدا أبدا. لو كل يوم بيعمل حضرة وكل يوم عنده ختم وسبعين ورد ويأخذ 13 طريقة وبيقرأهم كلهم، وكل ما يسمع باسم النبي محمد بيبحث بالأرض من البكي، وكل ما يسمع بأي قرآنية بيغمى عليه من الفزع عزعمه، بس ما أدى الواجبات، ما أدى الواجبات، لا يصير تقيا. لم يجتنب المحرمات، لا يصير تقيا. مسلم مسلم لكنه يظلم بضرب هذا، يظلم يعني بغير حق عم بيضربه، لما كان بغير حق يعني ظلم، والرسول يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. غدا نكمل في هذا الدرس إن شاء الله ونبين بعض ما يتعلق بنعيم القبر. اللهم الطف بالمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين. اللهم ربنا فك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع وعلي راية هذا الدين، واحقن دماء المسلمين في فلسطين وفي كل أرض وبلد. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجمع لنا وللحاضرين ولإخواننا وأخواتنا ولمن أوصانا بالدعاء بين خيري الدنيا والآخرة، وفرج عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم حقق لنا ما نرجو من الخيرات. اللهم ربنا تب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم لا طاقة لنا بعذاب الدنيا ولا بحرها، فأجرنا من عذاب السموم يا رب العالمين، أجرنا من عذاب جهنم، وأجرنا من أهوال القيامة ومن عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الأتقياء، واجعلنا من الصلحاء، واجعلنا من الأخيار. اللهم اجعلنا من صحابة نبيك عيسى المسيح يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اختم لنا بما طلبنا، وحقق لنا ما رجونا، بحرمة القرآن العظيم، وبحق أسمائك الحسنى، وبسر الفاتحة.